نص ساعة مشاهدينا من الحوار الكروي المصري وسيراميكا كليوباترا ومنافسات اليوم الأول. أدي جون إيبوكا بيسدد وكرة جول 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 صديق الأمس ومنافس اليوم، ماكينة الأهداف، ماكينة الأهداف القناص السفاح جون إيبوكا، زي ما أنت عايز تقول قول. في الدقيقة 30 يطلع صاروخ أرض أرض لصديق الأمس محمود جاد، ما يقدرش يتعامل معاها علشان سيراميكا كليوباترا تاني الاجوان. لكن بص شوف الحكاية، بقول لحضراتكم أسلحة فتاكة بيمتلكها سيراميكا، وآدي واحدة والتانية للفتوة. الوحش جون إيبوكا بالقدم اليمنى بيواصل التهديف ويواصل إطلاق الصواريخ، بيطلع نار من بقه ومن رجليه. وبالفعل في الدقيقة 30 أصدقائي